حضراتكم فاكرين الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان في بحيرة المنزل تقريبا في آخر مايو اللي فات، آخر مايو أول يونيو اللي فات، واتكلم الرئيس عن أزمة بحيرة المنزلة خلال مناقشة مع الدكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة هنعمل إيه يا دكتور؟ البحيرة دي عايزين نطهرها، هنتكلف كام؟ هنقعد قد إيه؟ بشكل واضح جدا كان موجود كل القيادات، كان موجود قائد الجيش، كان موجود المهندس إبراهيم محلب، كل رجال الدولة. كلم الرئيس قال له عاوز ميعاد محدد للانتهاء من كافة أعمال تطوير بحيرة المنزلة، عشان دي أسبقية في تطوير بحيرات مصر حوالي 11 بحيرة. طيب في الوقت ده الوزير قال له محتاجين وقت، لأنه الوزير مصطفى مدبولي قال له محتاجين وقت لأنه الشغل كتير قوي. احنا رحنا عملنا ما يعني ما يشبه التحقيق الميداني، يعني نزل زميلنا محمد ابراهيم الحقيقه وهو يعني مقاتل، يعني صحفي مقاتل، نزل وقعد مع الناس هناك ورجع لنا بحصيله احنا هنستعرضها على 3 ايام، يعني كل يوم عندنا موضوع في البحيره. لكن هنبدا مع حضراتكم فكره الاراضي الدوله، لان الموضوع يستهوينا لانه دي اراضينا حقنا. يعني موضوع اراضي الدوله ده في 3000 فدان في منطقه قعر البحر في بورسعيد، 3000 فدان دول عنوان، مش عايز اقول لكارثه او عنوان لمصيبه او عنوان لفضيحه، لكن اللي حصل يقول كده. ايه اللي حصل؟ في صراع، يعني اقرب ما يكون الى الصراع ما بين محافظ بورسعيد عادل غضبان ومجموعه الصيادين. الصراع ده بدا من انه في يعني اتسربت اخبار كده على انه المحافظ عايز يعمل ردم ل 3000 فدان في منطقه قعر البحر جنوب مدينه بورسعيد. لما تسربت الاخبار يعني ما اهتموش، قالوا انه ده قد يكون كلام الوزير قاله مع مجموعه مستثمرين. لكن في 13 نوفمبر اللي فات، 13 نوفمبر 2016، صدر قرار من المحافظ رقمه، خلي بالكم، رقمه 936 لسنه 2016، بالموافقه على تخصيص ارض لانشاء 20,000 وحده سكنيه. يبقى هنا الردم في القرار ردم 3000 فدان، وطلع قرار عشان يبني في على ال 3000 فدان دول 20,000 وحده سكنيه. طيب كويس قوي. وعشان يبني الاسكان الاجتماعي ده لازم يتواصل مع وزير الاسكان مصطفى مدبولي، وحصل. طيب وهو بيردم في مجموعة من الصيادين اللي هم أصحاب المصلحة، الناس اللي قاعدة تاكل وتشرب في المكان، رفعوا قضية قدام مجلس الدولة. وتم تداول القضية دي كان رقمها 1564 في محكمة القضاء الإداري ببورسعيد. رفعها ضد مين؟ ضد المحافظ، وضد رئيس شركة المقاولين العرب، وضد مدير فرعها في بورسعيد، وضد رئيس منطقة بورسعيد للثروة السمكية. اتهموهم بايه؟ اتهموهم بايه؟ اتهموهم بان هم بيردموا في البحيره بالمخالفه للقانون، بالمخالفه للقانون. كل المساحه اللي انتم شايفينها دي مساحه ردم. طيب المساله بقى مش ده، يعني انا قدام مجموعه من الصيادين رفعت قضيه في مجلس الدوله على المحافظ ضد قرار المحافظ عشان يوقفوا عملية الردم. طيب مفروض ان المحافظ يلتزم ويبطل الردم على طول، القانون ومجلس الدولة. لا ما تمش. ودعا هنا بقى النقطة، محافظ دعا وزير الاسكان عشان يروح يحط حجر الاساس لمشروع الاسكان الاجتماعي في المنطقة اللي ردمها دي. طيب راح الوزير عملوا الخيمة،
ورونا بقى يا شباب بالظبط، لان انا عايز اوري لحضراتكم حاجه. ورونا الفيديو معانا. راح الوزير الفجر، الناس راحوا بنوا بنوا ده، خلينا شويه بنوا ده اللي هو حجر الاساس بتاع المشروع، تمام. الصيادين لانهم عارفين، ايوه احنا كده شفنا حجر الاساس. اللي هناك ده دي يافطه كبيره كتبها الصيادين، حطوا صوره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبوا جنبها منطوق حكم مجلس الدوله اللي بيقضي بايقاف الردم في هذا المكان. فهم رجاله المحافظ حطوا حجر الاساس. ورونا تاني يا اساتذه، ورونا تاني اهو حجر الاساس، ورونا الصورتين مع بعض، ورونا حجر الاساس والصوره دي في الكادر واحد لو سمحتوا، لان هم قريبين جدا قريبين جدا من بعض. ايوه خلينا نرجع الحجر اهو. انا عاوز، ايوه يا جماعه الاثنين مع بعض، عشان بس يعني ما الناس ما يتهيألهاش ان دول صورتين مختلفتين. اتحرك بقى، ها ايوه اهو أيوة. اثبت ارجع بقى شويه، ارجع يا باشا، ارجع يا باشا، ايوه ارجع، مش راجع بعربيه نقل ده انت. ايوه بس حلو قوي حلو قوي. هذا هو المشهد الذي يلخص المساله. محافظ حط حجر اساس عشان الوزير يفتتح، والصيادين على بعد خطوات قليله جدا حاطين المنطوق بتاع حكم مجلس الدوله اللي بيقول مفيش ردم في المنطقه دي، تمام. طيب الوزير ايه اللي حصل؟ قاعدين في الخيمه وهيطلعوا يحط هو حجر الاساس، جم المحافظه جابت لوادر وحجبت الصوره اللي فيها الرئيس ومنطوق مجلس الدوله. وبعد المحافظ ما افتتح، الوزير ما افتتح، اللوادر مشيت وفضلت الصوره زي ما حضراتكم شايفين. احنا مصورين الكلام ده من حوالي 3 4 ايام، حجر اساس والحكم موجود. عايز اقول لكم ان ده مشهد صعب جدا في مصر، اللي هو فكره ايه؟ ان القانون ماشي في اتجاه والدوله ماشيه في اتجاه، الاحكام ماشيه في اتجاه والدوله ماشيه في اتجاه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لا ليه بقى؟ عشان نفهم. انا معايا الاخ حسن العفيفي، ده واحد من اللي اقاموا هذه الدعوه، وعضو جمعيه صيادين ببورسعيد. حابب نسمعه بشكل واضح يقول لنا ايه اللي حصل في هذا الموضوع. اخ حسن اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني انا عرضت المساله باختصار، قول لي يا فندم المساله بدات ازاي وايه اللي حصل؟ والله حضرتك يا فندم، احنا اولا واخيرا بنشكر سعادتك انك اهتميت بالموضوع وعرضت المشكله ديت، لان المشكله ديت احنا اكثر من شهر 10/2016 واحنا متداولين فيها. احنا فوجئنا سعادتك ان لقينا في مقاول جاي يردم في البحيره. فلما لقينا المقاول يردم في البحيره توجهنا لجمعيه الصيادين لهيئه البحيره المتكامله، وزاره البحيره المتكامله اللي هي مختصه وصاحبه الولايه على البحيره كلها. فروحنا قابلنا الاستاذ المهندس رئيس وزاره البحيره المتكامله وقلنا له يا سعاده المهندس، هل في قرار بالردم في البحيره ولا العمل ده عمل مش مظبوط؟ قال لا مفيش قرارات صدرت بالردم في البحيره، لان احنا كجمعيه الصيادين وفاهمين القوانين ان لا يجوز الردم في البحيره، قانون 124/83 قال في الماده 20 بتاعته لا يجوز لاي هيئه حكوميه او اهليه او افراد او شركات الردم في البحيره اللي بعد تشكيل لجان من 7 وزراء، اللجان هي اللي تحدد كان المنطقه هل تصلح للصيد او لا تصلح للصيد. فطبعا هيئه الثروه السمكيه افادتنا قال ما فيش قرارات بالرد والعمل ده يعتبر مخالف كده للقانون. فلجأنا برضك للثروه السمكيه وقلنا لهم يا جماعه احنا كجمعيه تعاونيه مسؤوله عن الصيادين، الصيادين بتشتكي ان في عمليات ردم بتتم، والردم ده بيقطع ارزاق الصيادين ويشرد الناس، والناس مش هتلاقي مكان تاكل منه عيش. تمام. فلجأنا للاستاذ المحافظ ان احنا نستاذ المحافظ كجمعيه ان استاذ المحافظ الموضوع ده كده مش كويس للصيادين، والصيادين ديت هتفقد مصادر ارزاقها والردم ده طبعا. قالوا لنا طبعا اهلا بكم من جديد. يعني زي ما بيقولوا لا يفتى وملك في المدينه، فلما يبقى في الكلام عن الدستور فبنلجا لاهل العلم والمعرفه. الموقف الان ليس موقف سياسي، ما كانش في السياسه، ملهاش علاقه
بانه بعض ما يقال عن انه الناس اللي بتتكلم عن تعديل الدستور ده بيتكلموا لانهم مدفوعين وفي مين هيستفيد او مش هيستفيد. يعني بنتكلم في العلم، يعني بنتكلم في الوضع، هل يستدعي تعديل ام لا يستدعي تعديل. الناس اللي بتقول بيقولوا ليه، والناس اللي بيقولوا لا بيقولوا لا ليه، خاصة انه يعني خلال الايام اللي فاتت، يعني من يوم الاثنين 14 اغسطس اول مقال كان لافت الانتباه، مثلا مقال كتبه الدكتور زياد بهاء الدين وكان عنوانه الدستور ليس بحاجة للتعديل بل الاحترام. يعني يمكن حتى المقالات دي موثقينها وموجودة وتقدروا ترجعوا لها. يعني اول مقال الاثنين كان الدستور ليس بحاجه للتعديل بل الاحترام. وبعدين يوم 16 اغسطس نزل مقالين، مقال للاستاذ عبد الله السناوي كان اسمه نذر انقلاب دستوري، ومقال في مصر اليوم كان للاستاذ عمرو الشبكي اللي هو اللعب بالدستور لعب بالنار. ده كان يوم الاربع 16 اغسطس. يوم الخميس بقى كان 17 اغسطس كان ما شاء الله عندنا ثلاث مقالات. مقال لعمار علي حسن قال لك ردة سياسية وتهرب من الديمقراطية. وبعدين المقال للاستاذ عبد العظيم محمد في الشروق قال لك الاشياء بمسمياتها تعديل دستوري ام انقلاب على الدستور. وفي المصر اليوم العبث بالدستور باسم الدستور ده كتبه محمد نور فرحة. يوم 18/8 يوم الجمعة بقى على طول كان في مقال كتبه عبد الناصر سلامة في المصر اليوم اللي هو دستور يا سيادنا، بس حتى ده مقال يعني عابر. يوم الحد كان في ثلاث مقالات، مقال لدكتور عمرو هاشم ربيع عنوانه تعديل الدستور والعودة لما قبل يناير 2011، والدكتور محمد ابو الغار كتب تعديل الدستور كارثه مصريه مبتكره، وجورج اسحاق كتب في الشروق في نفس اليوم تطبيق الدستور اولى واهم. مقالات كتير كتير، يعني الناس قاعده تتكلم. يعني اهل مكه اعلم بشعبها، وانا معايا الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري والفقيه القانوني الكبير. والحقيقه انا بس قبل ما ابدا ابثق في فيما تقوله واطمئن اليه، وعارف ان انت خلال الفتره اللي فاتت كان في اكتر من طلب انك تتكلم وتطلع لكن كنت بترفض، يعني صحيح يا فندم؟ صحيح، وتحياتي ليك يا دكتور محمد ولمشاهديك في مصر وعبر العالم. وانا طبعا بتشرف بهذا اللقاء و مثل هذه اللقاءات تماما. طبعا حدث ذلك، بس انا اصلا عندي قناعات تقول اذا الحوار يعني تنكر لثوابت ورواسي فاعتقد انه هيفقد المرجو منه. لذلك انا دايما اقول ان في بعد الافكار ومثلها في ذلك مثل بعد المسافات على الطبيعة، وبالتالي من الخطأ واحيانا يكون من الخطر ان تغامر بهندسه مد الجسور على المسافات البعيده. لا بتحتاج قواعد داعمه وحسابات قويه وما الى ذلك. فاحيانا وانا اميل الى ذلك يكون من الافضل ان يظل كل على لا مش يصمت، يظل كل على شاطئه يراقب ما يجري على الشاطئ الاخر، لان يكون من التعسف دون تداخل لانه من التعسف ان انت تصر على الحوار في مثل هذه الحالات. طب حضرتك ولكن من المهم جدا ان كل طرف يراقب الاخر يعني بمصداقيه كامله، بس بشرط انا اشترطه ان يتم عزل سخونه اختلاف الراي ويتم في ذات الوقت تقريب صداقة الفكر. تمام. الفكر الصادق مش مختلفين على الأساس ده فن. هكذا ده الأساس على الأساس ده. يمكن ده طيب. السبب إنما أنا شرفت، أنا كنت مع حضرتك في صالة التحرير وشرفت بذلك ومع زملاء آخرين وأساتذة الجامعات يا دكتور محمد وأنت أستاذ جامعي،
يعني يحترمون الحوار ويقولونه، وأنا أسعى دائما إلى الموائد المستديرة والموائد المستطيلة، طبعا مش لتناول الطعام، لتبادل الأفكار بالقطع يعني لتبادل الأفكار. حوار العلماء يثري مش عايز أشك، ولكن بشرط، لأنه بينتج الفكر وينتج الخلق، بشرط ألا يكون نابعا من مؤثرات سياسية أو نفعية. وهنا أنا أتفق مع مقدمتك التي أنت انطلقت. لا، إحنا ما بنتكلمش في السياسة، إحنا بنتكلم في القانون. وأنا أنا أكتب في النظم السياسية وأدرسها، لكني لا أعمل في السياسة أيضا. طيب، أنا أعرف من حتى مداخلات حضرتك معانا إنك على الجبهة التي ترى أن هناك ضرورة لتعديل الدستور من الناحية العلمية. وتابعت حضرتك دعوات عدد من النواب اللي هم بيقوموا بالفعل بتقديم مشروعات واقتراحات لتطوير مواد في الدستور بصرف النظر عن ماهية هذه المواد. حضرتك شايف هذه الدعوات ازاي اللي هي بتاعه تعديل الدستور دي؟ هو يعني هل في مكانها يا فندم ولا انا هقول لحضرتك، يعني قبل ما ادخل في دعوات السادة النواب ومقترحاتهم، يعني أنا هضيف على المقالات مقال مهم جدا كتب يوم الخميس الماضي للزميل الفاضل الأستاذ دكتور أحمد يوسف أحمد، كتبه في جريدة الأهرام. احنا استعرضناه المرة اللي فاتت. وأنا تواصلت معه لأنه زميل وصديق وأخ فاضل يعني، وتناقشت معه في أمور كثيرة. الدساتير جامعها يا دكتور محمد بيه تتضمن نصوص تبين كيف يتعدل. صحيح. يعني معنى هذا أنه لا يطالب من النواب عدم تطبيق نص التعديل، نص الدستور. يعني انت كده كأنك بتقول انا عايز اعطل نص في الدستور دي. انا منطلقي هكذا، انا اتحدث عن شرعية دستورية وعن حقوق دستورية للسادة النواب. هل يراد من النواب الصمت بالنسبة لهذه الامور؟ احنا كم طالبنا في فترة دستور 71 ان التشريعات لا تكون كلها مقدمة من الحكومة. أين أنتم يا نواب؟ النواب حينما ينتفضون ويمارسون دورهم التشريعي وصولا إلى حد اقتراح تعديلات في الدستور، هذا أمر يحسب لهم بامتياز، مش عايزة أي شيء. طيب، هل الدساتير باقية ولا تطلها التعديلات؟ الإجابة لا. الدساتير صناعة بشرية. أنا كنت عضو لجنة خبراء العشرة التي يعني عملت المشروع الأولي لهذا الدستور، لكن طالما أنها صناعة بشرية يمكن يدخلها التعديلات. طب هنا مبدأ أنا هحط إيدي عليه عشان نبروزه. اتفضل. إنه الدستور تضمن مواد أو مادة تقول إزاي نعدل الدستور. أكيد. فعندما يأتي نائب أو أكثر يقول عايزين نعدل الدستور، ثم يأتي من يقول له لا يجب أن تعدل الدستور، فهو ده اللي بيعطل. ده هو اللي عايز يعطل، هو اللي عايز يعطل يعني، ويعتدي يعني على حق. انا كده المعنى ده واضح. امر مهم يعني جدا. يعني هناك مواد في الدستور بتقول اليات تعديله ايه؟ اكيد، وكل دساتير العالم. لكن هل هذه المواد يا فندم بتحط اشتراطات للتوقيت مثلا؟ لا، انا هقول لحضرتك. انا حديثي زي ما حضرتك تفضلت حديث عن المشروع الدستوريه. مش هتكلم في الملائمات السياسيه. تمام. الماده 226 في الدستور المصري سنة 14 بتبين كيفية التعديل، حددت مين الجهات التي من حقها اقتراح التعديل، إما السيد رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، يعني نتكلم في نحو 120 نائب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نجيب ورقة زي دي كده نحط فيها تلت أعمدة. العمود الأول النص الحالي، التاني النص المقترح، التالت سبب التعديل إيه. هكذا، ده إجراء دستوري. وبعدين بعد كده يطرح الأمر على المجلس، بيظل الأمر في المجلس في إطار مواعيد نظمتها لائحة داخلية للدستور. هذه المواعيد تتراوح تقريبا نحو 3 شهور ونص يعني إلى حد الدقيق. في هذه الحالة إذا البرلمان وافق على المقترح، لازم الموافقة تصدر بأغلبية لا تقل عن التلتين، يعني بنتكلم نحو 400 نائب تقريبا. بعد ذلك يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي. الاستفتاء هنا استفتاء موضوعيا، تكون الإجابة عنه بنعم أو لا، شريطة أن تكون الإجابة نعم واحدة أو لا واحدة. إذا وافق أغلبية المقترعين اللي راحوا الصندوق
مش أغلبية المقيدين بقواعد بيانات الناخبين، أغلبية المقترعين، يعني اللي راحوا للصندوق. أنا أشدد على ذلك، الأغلبية المطلقة لهم، الأغلبية المطلقة يعني إيه؟ ما يجاوز نصف عددهم. في هذه الحالة يعد التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. دي الإجراءات. من يقرأ هذه الإجراءات لا يجد فيها مواعيد سوى تلك المقررة للبرلمان، اللي هو شهر وشهرين و 15 يوم بس. يعني مفيش حد يقدر يطلع علينا يقول له اقعد لي سنتين ثلاثة، يقول له والله يقول له سيب الدستور جربوه الأول. يعني ما هو هو ده لأنه هو فندم معظم المقالات وحضرتك قريتها أكيد أكيد طبعا تابعها تماما، كلها بتنطلق من هذه الفكرة أنه يعني سيبوا الدستور يتم تطبيقه، ما تعدلوش دلوقتي، ما تعدلوش دلوقتي. هقول لحضرتك بعضا من الدساتير المصرية، أنا مش هتكلم عن دساتير أخرى، دساتير المصرية، وعلى سبيل التحديد الدستور المصري الصادر سنة 30. دستور المصري الصادر 30 كان قد تضمن نصا كهذا النص، قال لا يجوز اقتراح تنقيع هذا الدستور خلال العشر سنوات التالية بشكل واضح. بشكل واضح. بس اللي حصل ايه؟ ان بعد خمس سنين سقط كل هذا الدستور، لان ارادة السلطة التأسيسية لم تكن تريد الدستور ده كله بالمطلق اساسا. فاعيد العمل بدستور 23 سنة 1935. احنا ما عندناش مثل هذا الشرط، لذلك انا ابحث كثيرا في المادة 226 مع ان انا متأكد من صياغتها يعني واعلمها تماما. هل بها شرط ان احنا ننتظر سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة؟ انا يعني النص واضح للعيان، ولذلك انا قلت لحضرتك حينما يصل الحوار الى الثوابت والرواسي اعتقد ان من الافضل يبقى فيه تباعد شوية. ليه بقى؟ لان لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. وفي قاعدة تانية بتقول اعمال النص خير من اهماله. 226 لما السادة النواب، انا استمعت لبرنامج كان فيه النائب العظيم كلهم نواب عظام الحقيقة يعني في البرلمان 596 إيهاب بيه الخولي على سبيل التحديد، وراجل قانوني وتحدث عن هذا الأمر. أنا ما أقولوش أن أنت ما تتكلمش في الموضوع ده، لا هذا حقه بل هذا واجبه. لا، هل مطلوب أن السادة النواب حينما تعنوا لهم أفكارا حيال الدستور أن يتهامسون بها نجيا، ولا مطلوب منهم أن يصرحونها عزما وعلنا لان هكذا هو الامر المطلوب والواجب الذي يلتزم النائب بان يمارسه؟ يصرحوا قطعا بالقطع طبعا. مش طيب. يتهمسون بها نجية، لا اطلاقا. احنا قدام مناقشة حوالين الظرف الذي وضع فيه الدستور والظروف التي تدعو الان الى ضرورة تعديله. هنتكلم في ده يا فندم بس بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونعود إلى هذه المناقشة حول تعديل الدستور. أهلا بكم من جديد. الحوار توقف بينا عند هل يعني إيه هي ظروف اللي الدستور اتحط فيها وما كانتش مناسبة، ولماذا يعني تم استدعاء هذا الخطاب الآن؟ هل الظرف الآن يستدعي؟ دكتور صلاح كان الدكتور علي عبد العال وهو بيناقش احدى الرسائل العلميه في جامعه المنصوره قال الجمله يعني انه الظروف اللي اتحط فيها الدستور ده يعني كانت استثنائيه وده اللي بيوجب انه النظر فيه. هو بالقطع الامر ده لابد ان يدركه كل من يتابع سيادتك الان. بس انا عايز اوضح حاجه. الاستاذ دكتور علي عبد العال دوله رئيس مجلس النواب كان مدعو من قبلي. انا كنت اشرف على رساله دكتور على القرائن في القانون الاداري، واتى الى الجامعه مشكورا يعني وناقش هذه الرساله. كان ضمن اجزاء الرساله شيئا يتعلق بصحه العضويه والاختصاص القضائي، يعني قبل النتيجه القضاء الاداري بعد النتيجه الماده 107 بتقول محكمه النقد وهكذا، وفي اشكاليه هتثار دلوقتي بعد الهيئه الوطنيه للانتخابات. فكان الامر، فالباحثه وهي طالبه عندي مدرسه مساعده في القسم كانت قد رجعت لي لكتابي عن القانون الدستوري المصري صادر سنه 15، اول كتاب اتعمل حول الدستور المصري بتاع 14 2014 هو اللي. فالدكتور علي قال فعلا يعني تجزئه المنازعه ده امر يحتاج وقفه، فكان يتحدث حديثا أكاديميا في إطار رسالة للدكتوراه
يعني هذا امر لابد ان يكون معلوما لان الاستاذ دكتور علي لو عايز يقول تصريح سياسي يقوله تحت قبه البرلمان. انت عارف حضرتك انه هو في الناس بتبص له بصفته السياسيه اكتر من الصفه الاكاديميه. يعني لما كان يقول حديثا اكاديميا في محفل اكاديمي يعني، لكن هو الدكتور علي عبد بس الامر يا دكتور محمد ينظر اليه، هو كان يرتدي الروب الجامعي بالزبط وفي مدرج بالزبط الجامعه فده امر على اي حال. نعود الى الجزئيه اللي حضرتك بتسيرها بالقطع، ظروف كانت صعبه، انا وصفت هذه الظروف وقت ما كنا نعمل في شهر رمضان المبارك بالنسبه لهذا الموضوع، وقلت ل معالي المستشار علي بيعوض، كان مستشار رئيس الجمهورية المؤقت وكان مقرر اللجنة، قلت له أنا في يوم الأول قلت له أنا حريتي مقيدة لأني أسمع أصوات تشبه عضو لجنة العشر نعم، فقلت له أسمع أصواتا تشبه أصوات أبو لهب وأبو جهل والحجاج، كانت مظاهرات ضخمة جدا جدا، قلت له دي بتأيد حريتي. إنما على أي حال هذا المنتج كان أفضل ما يمكن أن يكون منتجا من منظور الظرف. طيب إذا بعد كده وجدنا طبقنا 20 حاجة فيه أو 50 ولقينا فاضل لنا 2-3 مواد لسه ما طبقناهمش، زي مثلا قانون تداول المعلومات ولا الأجور وما إلى ذلك، اكتشفنا أن في 2-3 ما نصلحهمش، يعني نقول نستنى. أنا عايز بس أرجع إلى نقطة في غاية بالغة الأهمية بعيدا عن الظرف الذي وضع في الدستور. دستور فرنسا، الدستور العظيم الديجولي ده اتعمل في اكتوبر 1958 اكتوبر 1958 نعم في اكتوبر 4 اكتوبر سنة 58 اول تعديل عليه كان 4 يونيو 1960 4 يونيو 1960 يعني نحو سنة ونص سنة ونص. المتطلبات توجب ذلك يعني. وفي تعديل مهم بمناسبة ما قيل حول ده انقلاب على الدستور، يعني انا الحقيقه يعني ادين مثل هذه النوعيه من العبارات، لان اذا الساده النواب الافاضل لو استخدموا حقهم ما بيعملوش انقلاب على الدستور. الماده 226 ده كان تعبير الاستاذ عبد الله السناوي في شروق نظر انقلاب دستوري. الماده 226 تعطي النواب هذا الحق، يقول اللي هم عايزينه ويقترحوا اللي عايزينه، والعبره باراده الناخبين ان وافق المجلس باغلبيه الاثنين. ده يا دكتور محمد لازم مشاهديك يعرفوا الاتي، تعديل 6/11/62 في فرنسا هو اللي كان تعديل انقلاب على الدستور. الجنرال دي جول لما عمل التعديل الدستوري بالمخالفه لاجراءات تعديل الدستور الفرنسي، والموضوع راح المجلس الدستوري. المجلس الدستوري قال امرين، قال انا مش مختص لاني اراقب دستورية القوانين مش النصوص الدستورية، ومن ناحية تانية في ثنايا الحكم المح الى امر بالغ الاهمية، قالوا اذا كانت دي ارادة الشعب الفرنسي فلتحترم. يعني لان الجنرال دي جول عدل الدستور في 6/11/62 بالمخالفة لقواعد اجراءات الدستور. انما النواب اللي كانوا عند حضرتك الاسبوع الماضي النائب المتميز اسماعيل بن ناصر الدين ومحمد بلغون والسادة النواب دول كلهم يعني هم يريدون ان يستخدموا سلطة وردت في الدستور نفسه، فازاي تمنعوا منها؟ ده هذا هو الحيلولة، ده الحيلولة. يعني المبرر اللي بيتقال سيبوا الدستور ياخد وقته ويتطبق وبعدين نشوف، لا يوجد ما يؤيد هذه الفكرة اطلاقا في المادة 226. نحن نتحدث عن استحقاقات دستورية، الاستحقاقات الدستورية هو تلت خمس النواب 120 نائب يتقدموا يبينوا ايه المواد المطلوب تعديلها وايه المقترح وايه سبب التعديل. اذا البرلمان وافق باغلبية التلتين يعرض على الشعب، اذا الشعب وافق بالغالبية المطلقة يعتبر الدستور قد عدل. لا يوجد اي شرط يتعلق بالمدى الزمني الذي يطرح الان، هذا تعديل في المادة 226 هم اللي عايزين يعدلوا عن غير طريق الدستور، هم اللي عايزين يعدلوا الدستور فيطلبوا تعديلها. يعني طيب يخلوا السادة النواب يجيبوا 120 ويعدلوها. والله دي فكرة يعدلوها بالطريقة طيب دي. هل من موقعية حضرتك العلمية تواصل معك بعض النواب لاستشارتك؟ يعني بشكل شخصي انا ما فيش تواصل معايا، انا اعرفهم جميعا. انما انا في سنة 15 وقتما التأم المجلس، مجلس النواب المعقل، فأنا دعيت
من قبل المجلس بالأمانة العامة ومن قبل المجلس القومي للمرأة إن أنا يعني أتواصل مع السادة النواب في بعض من الندوات. والحقيقة ألقيت العديد من المحاضرات، وحتى يعني بعدها جلست وجلس معي، كنت أنا مصاب يوميها، وقعت في كان في أعمال صيانة كده وتعورت، فنقلت في سيارة إسعاف المجلس وأجريت لي عملية بسيطة. إنما أنا عدت للمجلس ألقيت المحاضرة يعني، وبعديها جلست مع الإخوة والأخوات من الصحافة البرلمانية وسألوني عما قلته. أنا كنت بقول إيه؟ قلت لهم إن في موضوع حظر التعديل، بعضا من الدساتير تردوا في نصوصها نصوص حظر، يعني مثلا الدستور الفرنسي مادة 89 منه بيقول محظور ان انت تقترب من الشكل الجمهوري، دي مسألة تاريخية قديمة حتى لا يعود سبت. النظام الملكي وكان في قوانين تتحدث بذلك، ان الامبراطورية الثانية رجعت بسبب غياب هذا النص، فأدرج هذا النص بعد كده تبعا. الدستور المغربي في نص ان انت ما تقتربش من النظام الملكي، وان جلالة الملك هو امير المؤمنين كوماندان دي كورايان، دي نصوص عقائدية تتعلق بالعقيدة، لان حتى مسجد الحسن الثاني الموجود في كازابلانكا على شاطئ الاطلنطي تجد فيه شجرة النسب تصل الى ستنا فاطمة الزهراء، وبالتالي دي امور ثوابت يعني عقائدية، دي الدواعي لمثل هذه الأمور. أما النصوص الأخرى التي تفرض حظرا، أنا شخصيا وعدد كبير من الفقه الفرنسي وأصدقائي الأساتذة في جامعة سيربون وفي جامعة نيس وجرنوبل ونانت كل جامعات فرنسا يعني يقولون الرأي التالي، أن النصوص التي تفرض حظرا مطلقا دي نصوص يلزم ألا يعتد بها، لأنها تشكل مصادرة على حقوق الأجيال القديمة في أن تختار الدساتير التي تروق لها، لأن هيئة الناخبين اللي كانت سنة 14 مش هي دلوقتي، كان في أطفال سنة 15 الطفل ومدنون 18 يعني 15 و16 و17 سنة دلوقتي أدرجوا في عداد هيئة الناخبين هكذا. فأثار السادة النواب معي طب وما الحظر اللي ورد في 226؟ قلت لهم الحظر ورد على إعادة الانتخاب وليس على سني الولاية، الحظر ورد على الولاية. وصلنا للمادة الشائكة. نعم على الولاية، مادة الرئيس. موجود وموجود في على اليوتيوب، أنا دلوقتي قبل ما أدخل لحضرتك وريته للزملاء في الإعداد يعني موجود. قلت لهم أن هذا الحظر يرد على الولاية، إعادة الانتخاب يعني الولاية وليس على سنيها. ممكن البعض من واضعي من اللجنة يرون أن الحظر يمتد إلى الولاية والسنين، بس هنا في نقطة بقى دكتور محمد، ده خطأ شائع. النصوص لها إرادة مستقلة بذاتها، يعني أول ما اتعمل الدستور ده ويخرج كده خلاص ينفصل عن إرادة وضعي ويصبح لها إرادة، له إرادة مستقلة في ذاته أنت تفسره بذاته. الدساتير اللي كانت حريصة، لا احنا دلوقتي ملاحظين انه في نوع من الوصاية من وضع الدستور عليه، يعني اللجنة لجنة الخمسين اللي هي عملت دلوقتي اللي هي ايه لجنة حماية الدستور. يعني انت بتقول مبدأ كمان قانوني مهم جدا انه الدستور لما بيطلع خلاص هو انفصل عن وضعيه، والقوانين انفصل عن وضعيه، لكن فيما يشبه نوع من الحماية الوصاية اللي تحولت الى حماية، هو حماية الدستور يعني ما تنتهكش أحكامه صحيح. ولا تعطل مواده. إنما إذا كان حماية الدستور مقصود ما هذا المعنى أنا معه، اللي هو ما عادش يقرب، إنما إن يحول حماية الدستور إذا كان القصد منها الحيلولة بين بعض النواب وبين استخدام حقهم في التعديلات وفقا 226، دي مش حماية، ده نفسه انتهاك للدستور، ده انتهاك يعني انتهاك للدستور. طيب أنا عايز بس هوضح فضل. لحضرتك نقطة للمشاهدين الكرام، بعضا من الدساتير كانت يعني عايزة تعمل حظر على الولاية وعلى السنين. الفصل 75 من الدستور التونسي الصادر سنة 2014 هو اللي قال كده، قال ان الرئيس يقعد مدتين متتاليتين سواء متصلتين او منفصلتين، والمدة التي لا تكتمل بسبب انه استقال تعد مدة،
ولا يجوز تعديل مدد الولاية لإعادة انتخاب ولا سنيها. كان صريحا في ذلك. احنا عندنا النص عن إعادة الانتخاب، إعادة الانتخاب مرتين، إنما لم يتضمن سني الولاية. سني الولاية، لأن في قاعدة قانونية تقول إن التفسير دايما الأمور اللي فيها حظر أو منع لابد أن تفسر تفسيرا ضيقا في حدودها، ولا يجوز القياس عليها، كما أنه لا يجوز التوسع في تفسيرها. دي نقاط من الثوابت ومن الرواسي اللي أنا اتكلمت فيها في البداية مع حضرتك يا دكتور. أنا لما قلت أنه لا يفتح ملك في المدينة والله كنت صادق جدا، لأنه حضرتك اتكلم في عدة نقاط مهمة جدا وبدون الدخول في الجدل اللي موجود. يعني النهاردة رسالة واضحة جدا انه من يحاولون قطع الطريق على النواب انه يطرح فكرة تعديل الدستور هم من ينتهكون الدستور يقينا، وهم من يعرضون الدستور يقينا، وهم من ينقلبون على الدستور. بمناسبة مالك يا دكتور محمد، الامام مالك هو صاحب كتاب الموطأ. كتاب الموطأ ده لما كتب كان امير المؤمنين، وكل عام ومشاهديك كلهم بخير النهاردة اول ذي الحجة، كان في الحج والتقى الإمام مالك وقال له يا إمام فلتضع للناس كتابا في الفقه والحديث، تجنب فيه رخص أبي العباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود، ووطئه توطيء، يعني خليه سهل، احنا عايزين الكلام ده هو اللي يسود. يعني التشدد والشاذ والترخص يلزم أن تسحب من التداول. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جدا على هذا الحوار السري المفيد. وأعزائي يعني الحوار في هذا الملف إن شاء الله موصول، لأنه زي ما بقول لحضراتكم إحنا قدام حوار مجتمعي، الهدف منه أنك لما إذا حدث تعديل للدستور وتم الاستفتاء عليه فهو حضرتك رايح للصندوق تقول آه أو لا، تبقى فاهم لنا أبقى وصي عليك ولا غيري يبقى وصي عليك. إذا كنت أنا مؤيد فما بقاش بقولك روح أيد عشان أنا شايف كده، ولا حتى اللي معارض يقول لك قول لأ عشان هو شايف كده. بشكر حضرتك مرة تانية يا دكتور، لأنه النهاردة في إضافات عظيمة جدا 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 ورد علمي محترم، يعني ما أتمناه أنه الناس يسمعوه ويفهموه. أنا انتهت حلقتنا النهاردة، أنا بس هسيب حضراتكم مع تقرير عن ندوة كان الدكتور حسن راتب في استضافة مؤسسة روزا اليوسف، تكلم مع زملائنا الصحفيين في ندوة مفتوحة، ملفات كتير ما بين السياسة والثقافة، دور الاجتماعي لرجال الأعمال. أترككم مع هذا التقرير وأقول لحضراتكم تصبحوا على وطن، نلتقي غدا إن شاء الله.